يوسف صغير وعنده حول، اصلحه ولا استنى لما يكبر شويه؟ تعالوا نشوف الاجابه في الفيديو كم اللي سنة جاي. عمره قد ايه دلوقتي؟ 10 شهور؟ يلا يوسف 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 يلا يلا. يلا يلا تقول هنا كده، نبص عليه تاني كده. حاولوا جامد جدا اللي جوه اهو، ندخل عليه لجوه ان شاء الله نخلص ونصوره تاني. رغم ان هو سنه صغير يوسف 10 شهور، لكن عنده حول. طبعا ناس كتير بتسال انا المفروض نصلح الحول عند 10 شهور ولا لا؟ طبعا لازم. هو يوسف دلوقتي هنتعقم عشان هنعمل يوسف، احنا لسه شايفينه من شويه. يوسف عمره 10 شهور، عنده حول داخلي يعني داخله لجوه جامد جدا من يوم ما اتولد تقريبا، يعني بيظهر عند 4 شهور 5 شهور. ودايما الناس بتسالني يا ترى اصلح الحول وابني صغير ولا لا؟ يعني طبعا يمكن الاجابه عملي دلوقتي، احنا بنشوف الاجابه عملي مش بنقول لا ده لازم لا طبعا. كل ما كان صغير وفي حول واحنا بنتدخل، كل ما بتكون النتيجه احسن بكتير جدا جدا جدا. يلا لو شوف هنبتدي العمليه بتاعتنا، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوفكم تاني بعد ما نخلص العمليه. ولد عينيه داخله لجوه دلوقتي، احنا ايه شفنا عينيه بتطلع لبره الحمد لله، ابتدينا نشوف عينيه اخيرا يعني. لا فرق كبير ان شاء الله ان شاء الله. يلا خلاص، طب نشيلها كده. يصحى فتح عينيه اهو. لا يوسف لسه بينام ويصحى، حط له البزازه تاني كده. يلا يا البزازه تاثيرها قوي جدا ما شاء الله. ايه ده حطها طول ايه؟ والله ده دي. طب خد النعناع جوه بالبزازه وخلاص. طب شيل البزازه تاني، شيل البنج بتاعه. يوسف يلا نشوف كده. يا سلام، لا 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 يا سلام يوسف فتح عينيه اهو جميل. يلا جميل يا يوسف. طب نديله البنج تاني، نديله البنج تاني. يلا اصل قبل ما بنشيل البنج بيصحى كده يفتح عينيه الثانيه دي بتبقى حلوه. والله لا ده قوية جدا البزازة دي، احنا عايزين نشتري زيها نستخدمها مع طول التخدير. عسل يا يوسف. لا البزازة عاملة شغل كويس يعني، شوية تخدير بسيط كده. بزازة بزازة حبيبته؟ والله لا وده يوسف جميل عسل والله ما شاء الله. لا فرق كبير جدا، ده احنا ما كملناش 4 ايام بدأت دي العملية 4 ايام. يوسف بعد اسبوع اهو الحمد لله ما شاء الله كده. ايه اللي حصل بقى بعد الاسبوع ده كده ان شاء الله؟ الحمد لله. ستوب فور اوايل كده. بس اعطيه شيء بياخده منه دايركت، بياخده مني دايركت يعني، بيبقى فرحان وبيمسك الحاجه ما بيلف ايده على طول بياخدها دايركت. هو بيبص للحاجه تحس انه اول مره اكتشفها يعني. المره اللي فاتت لما شفته وقعدنا نحكي، لما بيبص حتى في الغرفه عندي زي كنا اول مره يبص على الغرفه يعني. هو تاني ولد من جديد يعني، عم بيستكشف كل شيء من اول وجديد. لسه بيدق بيفتح عينيه دلوقتي يعني. انا شايف في الاسبوع ده كبر كمان يعني، حاسس انه كبر. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.